السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم راح ناخذ الفصل الرابع من أنسل, which is under the name of dosage form design, pharmaceutical and formulation consideration. في البداية احنا ليش نحضر اي دواء بشكل dosage form؟ احنا نحضر الدواء بشكل dosage form to get a safe and effective dose. In addition to that, we prepare a drug as a dosage form for the following reasons. أولا, حتى أحمي الدواء من أن يصير له destruction by atmospheric oxygen or humidity, المفروض أحضره بشكل coated tablets أو أحضره بشكل sealed ampoules. اثنين, حتى أحمي الدواء من أن يصير له destruction by the HCl of the stomach, المفروض أحضره بشكل enteric coated tablets. ثلاثة, to mask unpleasant taste, odor, or bitter taste, or salty taste of the drug, or any bad odor in the drug, I have to prepare it as a capsule, or coated tablets, or as a flavored syrup. زين, إذا أريد أحضر الدواء بشكل liquid, أما أحضره بشكل solution إذا هو ذائب, أو أحضره بشكل suspension إذا هو ميذوب. زين, خمسة, إذا أريد أحضر الدواء بشكل a controlled release preparation, ذاك الوقت أحضره بشكل controlled release tablets or capsule or suspension أو sustained release preparation. زين, إذا أريد أحضر الدراج بشكل topical administration, إنه أخليه عجلت مثلا, ذاك الوقت أحضره أما بشكل دهن ointment أو بشكل كريم أو بشكل لزقات تنحط عجلت transdermal patches, أو ممكن أحضره بشكل قطرات للعيون ophthalmic or air للإذن أو nasal preparations. إذا أريد أحضر الدواء بشكل أنه to be inserted into body cavities, ذاك الوقت أحضره بشكل rectal or vaginal suppositories. إذا أريد أخلي الدواء direct إلى blood stream, فأحضر ذاك الوقت بشكل injections وخصوصا ال IV injections. إذا أريد أحصل optimum drug action, فأحضره بشكل inhalations, بخاخات, or inhalants and inhalation aerosols. زين, يقول we have a general considerations for dosage form design. عادة إذا أريد أستعمل الدراج أو أحضر الدوزج فورم بأن يشتغل systemic effect, أكثر شيء نشوفهم يستعملون الأورال administration, فأحاول أخلي الدوزج فورم أن يكون تابلت أو كبسول لأن هي easily prepared. زين, إذا الشخص اللي عندي أو هذا العلاج أريد أستعمله لشخص بالإمرجنسي روم, كأن يكون عنده كوما فقد الوعي, ذاك الوقت لازم أحضره بشكل injections. زين, بالنسبة للأشخاص اللي عندهم motion sickness أو nausea and vomiting, ممكن أحضره بشكل tablets, بس عادة ما يتقبلون التابلتس, فأحضر لهم إياه بشكل skin patches لزقات على الجلد, أو ممكن أحضرها بشكل suppositories أو injections. مرات يقول عمر المريض هو اللي يحدد لي نوع الدوزج فورم اللي لازم أسوي. بالنسبة للإنفانتس والشلدرن below 5 years old, أكثر شيء نستعمل لهم liquids are preferred.
زين بالنسبة للأشخاص اللي هم الجرياتريك patients الـ all peoples اللي هم they have a difficulty in swallowing مفروض أحضر لهم إياه أما بشكل chewable tablets أو oral dispersible tablets وممكن أحضر لهم إياه بشكل liquids. عادة الـ oral dispersible tablets بالنسبة للكبار بالعمر are preferred. ليش؟ لأن ما تحتاج أنه نأخذ وياها مي، تنحط بالفم خلال 10 إلى 15 ثانية راح تذوب. زي. يقول إذا أريد نسوي مقارنة بين التابلت وبين الكبسول، نلاحظ أنه الكبسول are easily to swallow than tablet. عندها قابلية الانزلاق. They become slippery تنزلق بسهولة خصوصا إذا بللنا الحلق بشوية مي قبل ما نستعملها ومن نبلع الكبسولة نبلعها مع كمية من الماء راح تنزلق بسهولة من الفم إلى المعدة. قول بالنسبة للأشخاص اللي عندهم صعوبة بالبلع خصوصا الالدرلي فذاك الوقت أنه أحط لهم خاشوقة مربى أو جيلاتين ديزرت أو يمصون حامض حلواية وبعدين نحط لهم الكبسولة ويا المي راح تنبلع بسهولة. أكيد بالنسبة للأشخاص اللي ما يقدرون يبلعوها إذا كلش كبار بالعمر ذاك الوقت oral liquids will be preferred. زين في حالة إذا أنا ما عندي ليكويد وعندي كبسولة والشخص ما يقدر يبلعها ذاك الوقت افتحها للكبسولة واخليها ويا شوية مربى بالخاشوقة وانطيها للمريض يبلعها او ياكلها. In general حتى احضر any new dosage form لازم مو بس الاكتف انجريدينت استعملها وانما استعمل ويا الاكتف انجريدينت مجموعة من الاكسيبينت. استعمل flavors and sweeteners حتى أحسن الطعم والريحة مال الدراج. أستعمل كالورانت، أستعمل بريزيرفاتيفز، أستعمل أنتي أوكسيدنت خصوصا إذا المادة يصير بلا أوكسيديشن باي ذا أتموسفيريك أوكسجين. أستعمل كيليتينج أيجنت. Also I have to use a lubricant to prevent the interaction with the machine خلال عملية البريبريشن خصوصا إذا تحضر تابلتس. من يجي أشتغل على الإكسيبيانس عندي مجموعة ملاحظات. الملاحظة الأولى يقول not all salts are salty مو كل شيء اسمه ملح معناه طعمه مالح but their taste is a function of both cation and anion. فلو نجي على مجموعة من الأملاح نشوف الـ NaCl هو طعمه مالح، الـ KCl مالح، الأمونيوم كلورايد مالح، الصوديوم برومايد مالح، البوتاسيوم برومايد مالح. لكن في نفس الوقت كل شيء بأمونيوم بمروره ويا الملوحة اللي موجودة به. لو نجي على الـ Ki البوتاسيوم أيودايد أو نجي على المغنيسيوم صلفيت هاي أملاح لكن بالحقيقة هي مرة الطعم أي مو كل ملح معناها مالح قسم من الأملاح مالحة وقسم بها مرورة. يقول in general هذه قاعدة أنه low molecular weight salts are salty in taste and high molecular weight salts are bitter in taste. هذه كلش مهمة. نجي على طعم الحلا اللي موجود بالمركبات الطعم الحلو with organic compounds كل ما يزداد عدد الـ OH group الموجود بالمركب معناه انه تزداد الـ sweetness of the compound. بعدين نرجع عليها in general flavoring of pharmaceuticals we have many flavors. نحط الفليفرينج ايجنت للليكويد to mask the taste. The flavoring agents should be added to the chewable tablets.
حتى نحصل الطعم الحلو والريحة الطيبة للبرودكت مالتنا. نرجع الملاحظة اللي قلناها، قلنا كل الأورجانيك كومباوندز كل ما يزداد عدد الـ OH جروب الموجودة بالمركب كل ما تزداد درجة الحلاوة للمركب. لذلك ممكن يجيك بالسؤال يقول لك علل ليش السكروز أكثر حلاوة من الجليسرين؟ شو تجاوبني؟ السكروز has 8 OH groups while glycerin has only 3 OH groups. نقول in general organic esters, alcohols, aldehydes كلها طعمها pleasant، كلها طعمها طيب. Volatile substances كل شيء بي volatile substance it affect the odor and the flavor of the preparation. زين نجي، هل نعتبر هذا الجاينا قاعدة؟ لا. يقول قسم من النيتروجين compounds like quinine are bitter in taste، بينما عندي other nitrogen containing compounds مثل الاسبارتام are sweet in taste. هل أقدر أعتبر كل مادة تحوي على النيتروجين هي مرة أو كل مادة تحتوي على النيتروجين هي sweet؟ لا، هاي ما أقدر أعتبرها القاعدة، لأن قسم تحوي على النيتروجين مرة مثل الكوينين وقسم تحوي على النيتروجين بس طعمها حلو مثل الاسبارتام. يقول Sometimes even simple structural change in the structure, any change, simple change in structure, it may affect the taste. لذلك شافوا إنه الدي جلوكوز هو sweet in taste بينما الال جلوكوز are salty in taste. لو نيجي على السكرين، it's very sweet. But the N-methylsaccharin is tasteless. مجرد السكرين إذا بدلوا بالستركتشر مالته خلوا له مثل جروب يصير bitter in taste، أو العفو يصير tasteless. حتى أختار الـ appropriate flavor I have to depend on many factors. One of them the taste of the drug. واحدة من الأشياء اللي أو الأسباب اللي تخليني أختار flavoring agent معينة هو طعم الدواء. شافوا أنه الكاكاو flavor إذا أخلي طعم الكاكاو للأدوية المرة it can mask the bitter taste of drugs. بينما أيضا لاحظوا العلماء أنه إذا أخلي طعم الفاكهة أو ريحة الفاكهة إلى الأدوية الحامضة تخفي لي الحموضة الموجودة بها أو تكون هاي الحموضة متقبلة من قبل المريض. كذلك لاحظوا أنه طعم الدارسين أو طعم البرتقال أو الرازبري make preparations of salty drugs acceptable. كل شي مالح اقدر اخليه له سينامون، او كل شي مالح اقدر اخليه له اورنج او رازبري يتقبله المريض. مرات اختيار الفليفرنج ايجنت اعتمادا على عمر المريض وليس على طعم الدواء. زين شلون؟ شافوا انه الاطفال they prefer sweet candy like with fruity flavors. شافوا انه الاطفال يحبون الادوية طعمها حلو زايد وبطعم الفاكهة، بينما الاشخاص البالغين يفضلون الحلاوة اقل less sweet ويفضلون tart flavor طعم الكيك طعم البسكت او طعم الفانيلا. اذا نجي على الفليفرينج ايجنتس، شافوا انه الصويا بينز ومجموعة من الاويلز ممكن نعتبرها ككاريرز، وممكن نعتبر الووتر ايضا ككارير للفليفرينج ايجنتس، والايثانول والبروبيلين جلايكول والجليسرين والايمالسيفايرز. وي هاف اولسو دراي كاريرز for the flavoring agents like maltodextrin, corn syrup, modified starch, gums, salt, sugars, and whey protein.
بصورة عامة كل الفليفرينج ايجنتس تتكسر بالضوء، بالحرارة، بالأكسجين، بالماء وبالإنزيمز. زين نجي شنو تعريف الارتفيشال فليفر؟ من اسمها الارتفيشال فليفر هي اني سبستانس اللي هي مو حقيقية، يعني لا جاية من السبايسز ولا فروتس ولا فروت جوز ولا فيجيتابلز ولا فيجيتابل جوز، ولا جاية من الهيربس ولا البارك ولا البد ولا الروت ولا الليف ايج، ولا جاية من الدايري. يعني بنقول artificial flavor معناها مصنعة تماما. زين لو نجي على السويتنرز اللي نستعملها بالفارماسوتيكال preparations، أقدم وأول سويتنر تم استعماله هو السكرين. السكرين طبعا من غير السكروز هو هذا متعودين على استعماله، بس احنا هسه دا نحكي على السويتنرز البقية اللي هي ما تنطي كالوري وممكن استعمالها من قبل كل البيشنتس. فالسكرين أول ما تم اكتشاف السكرين كانوا يتوقعون إنه هو كارسينوجينيك ويعني مسرطن، لكن مع تقدم البحوث اكتشفوا إنه السكرين هو excreted unchanged by the kidney، فلذلك يستعملوا جاما كلش هواية كسويتنر بالبريبريشنز مع انه عنده هذا الطعم المر المزعج بعد الحلاء. It has a bitter after taste sensation. سبب امان السكرين because it is excreted unchanged by the kidney. بعد تم اكتشاف مجموعة من السويتنرز، واحدة منهم السايكلاميت. Cyclamate metabolizing the GIT and excreted by the kidney. واحدة من هاي السويتنرز هو الأسبارتام. لاحظوا إنه الأسبارتام inside the body it can be metabolized to give three main things. ينطينا الفنل ألانين والأسبارتيك أسيد ويعطينا ميثانول. إذن كل ما واحد يأخذ أسبارتام أزيد معناه فنل ألانين أزيد راح يتجمع بجسمه، وأسبارتيك أسيد يتجمع بجسمه، وميثانول يتجمع بجسمه. مشكلة الأسبارتام إنه ميتابولايز تو فنل ألانين. عندنا نوع من الناس اللي هم عندهم مرض اسمه الفنل كيتون يوريا. مشكلة هذول الناس إنه جسمهم غير قادر على أن يسوي ميتابوليزم للفنل ألانين، فإذا يأخذون any food and drink diet اللي تحوي على الفنل ألانين راح يتجمع بجسمهم ويصير عندهم ما يسمى بالهايبر فنل ألانينيميا، وممكن أنه راح يصير عندهم بالنتيجة إغماء، وإذا أكو موت قد يصير، وإذا اللي تأخذ الفنل ألانين الحامل فممكن أن يصير mental retardation بالفيتوس of this pregnant woman of that has a phenyl ketonuria. إذن فيما يخص كل الأدوية والمواد والشرابات والعلاج اللي يحوي على الأسبارتام، نلاحظ كله مكتوب عليه عبارة لازم أكو عليه فد وارنينج إنه هو مصدر للفنل ألانين ولا يمكن استعماله من قبل جماعات الأشخاص اللي هم اللي جسمهم الجماعة الفنل كيتونيوريا اللي جسمهم قلنا ما يقدر يكسر الفنل ألانين. زين لو نجي على الـ other artificial sweeteners that are present، عندي الـ acesulfame potassium. acesulfame potassium هذا أيضا مادة محلية مصنعة طبعا non-nutritive ما بها كالوريز، أكثر حلاوة من السكروز بـ 130 مرة and excreted unchanged in the urine. طبعاً كل الشهواية دا يستعملون بالوقت الحاضر الأسسلفين بوتاسيوم. سبب استعمالهم للأسسلفين بوتاسيوم بالمستحضرات
خصوصا بالعلج وبالقهوة وبالشاي وبالحامض حلو اللي ما بيه شكر. سبب استعمالهم للأسسلفين بوتاسيوم أكثر من الأسبارتام أنه لا يتكسر بالحرارة. أسسلفين بوتاسيوم قلنا اللي هو 130 مرة أكثر حلاوة من السكروز، هذا stable at elevated temperature، لا يتكسر بالحرارة، بينما الأسبارتام يتكسر بالحرارة فيفقد الحلاوة مالته، فلا يستعمل بالشوينج جامز ولا بالإنستانت كوفيز أند تيز. نوع آخر من المحليات الصناعية الموجودة، طبعا هذا مو صناعي، الستيفيا اسمه. الستيفيا هذا 30 مرة أكثر حلاوة من السكروز، وممكن استعماله بال preparations both hot and cold preparations، أيضا stable in heat ولا يتكسر بالحرارة، شوية أغلى من الأسسلفين بوتاسيوم. لو نجي على نوع لاخ من من الفليفرينج ايجنتس الموجودة اللي هو الكالرينج أو pharmaceuticals. Coloring of pharmaceuticals أكو مواد تحوي على لون معين، chemicals ذات لون معين ممكن تستعمل بالcoloring، وممكن يصنعون الcoloring agents. مثال على المواد اللي هي طبيعي لونها يعني ملونة: sulfur لونه أصفر، riboflavin لونه أصفر، capric sulfate blue، فرص سلفيت بلوش جرين، سينوكوبولامين ريد، وريد ميركوريك ايودايد لونه بنفسجي فايفيت ريد. نلاحظ هنا من سينوكوبولامين ريد، اذا شايفين البي 12 امبول لونها احمر، هذا مو ناحية جمالية تم وضع اللون الاحمر، وانما هو لون الدرج نفسه، السينوكوبولامين هو اللي لونه احمر. نلاحظ انه most pharmaceutical colorants in use are اما synthetic، معظمها synthetic، وكمية قليلة هي natural، ممكن تكون من المينرال او plant source. اكثر شيء الشوندر يستعملون لونه كمادة ملونة. الفريك اوكسايد شافوا انه اذا يخطوه ويا الزنك اوكسايد يقدرون يحصلون البينك كلر اوف كالامينة. كمية الصبغة اللي توضع لتلوين الأدوية 5 × 10,000 إلى 1 بالألف. FDNC food drug and color، DNC drug and color، dyes or lake. وشافوا أيضا من يريدون يلونون تابلتس يخلون 30 إلى 60 طبقة من الصبغة يلا تحصل التابلت اللون اللي موجودة بي. ملاحظة: كل الأوينتمنتس، كل السبوزيتاريز، كل الأوفثالميك بريبريشنز، كل البارنترال بريبريشنز ما بيها لون، ممنوع يوضع لها لون. إذا كانت ملونة فهو نتيجة للون الأكتف إنجريدينت الموجودة بيها، ولا تحتوي على أي ألوان مضافة، لا الأوينتمنتس، لا السبوزيتاريز، لا الأوبثالميك ولا البارنترال برودكتس. لو نجي على بريزرفاتيفز، بريزرفاتيفز واحدة من الإكسيبينتس اللي لازم نخليها للبريبريشنز. شافوا بصورة عامة إذا أنت عندك إنجكتابل بريبريشن أو أوبثالميك بريبريشن يحتاج أنه تسوي لها ستريلايزيشن. الستريلايزيشن اللي راح نستعملها أما باي أوتوكليف، أخليها 20 دقيقة بالأوتوكليف 15 الضغط مالتها وعلى 121 مئوية. وإذا ما عندي أوتوكليف أقدر أعقم باستعمال الدراي هيت بالأوفن على 180 مئوية لمدة ساعة كاملة. أو هاي الأوفثالميك والإنجكتبل بريبريشنز I can also sterilize it by filtration. متى استعمل الفلتريشن؟ بالنسبة للمواد اللي هي sensitive to heat or to high temperatures.
كل مادة يصير لها تكسر بالحرارة العالية ما أقدر أسوي لها sterilization by autoclave ولا by oven، ذاك الوقت أستعمل sterilization by filtration. بالنسبة للشرابات والإيمالشنز والسسبنشنز والسيمي سوليد كريمز، هاي ما يحتاج أسوي لها sterilization، بس أضيف لها أنتي مايكروبيال بريزرفاتيف. كل مادة تحوي على الكحول بتركيز معين، يعني هيدرو الكحوليك أو الكحوليك بريباريشن، ما تحتاج additional preservative. ليش؟ هي self preserving. الكحول الكمية الموجودة بها كافية أن تمنع نمو الميكروبات. فلو نجي على الكحوليك والهيدرو الكحوليك بريباريشن، إذا كانت نسبة الكحول 15% volume by volume، it can protect microbial growth بالacidic media. وإذا كان basic media مفروض نسبة الكحول تكون 18% فما فوق، ممكن تحمي لي الالكالين media من any microbial growth. لو أجي على الإليكزيرز والسبيرتس والتينكتشرز، هذه كلها self sterilizing لأن نسبة الكحول تكون بها عالية، ما تحتاج إضافة any preservative. زين، حتى اختار البريزرفاتيف المناسبة لازم البريزرفاتيف اللي اختارها it should prevent the growth of microorganism. It should soluble in the water to achieve adequate concentration بالaqueous space. The concentration of the preservative does not affect the safety of patient. It should has adequate stability and not reducing concentration by decomposition during shelf life of preparation. Also, the preservative should be compatible with the ingredients, should not affect adversely the container or enclosure. General preservative consideration. In general, في عندك ملاحظة كلش مهمة، إذا أنت عندك الـ intravenous preparations of large volume، الـ blood replenishers، إذا عندك الـ normal saline، cheese normal saline، cheese dextrose water، هذا لا يحوي على bacteriostatic additives، خليها ببالك. الميكروأورغانيزمز المولد and yeast prefer acidic media حتى تنمو بي، بينما البكتيريا favor slightly alkaline medium يلا تنمو بي. Few microorganisms can grow ب pH أقل من 3 أو pH أزيد من 9، لذلك كل الأكوياس preparation اللي هي بين الثلاثة والتسعة الـ pH مالها it should be protected against microbial growth ولازم أخلي بيها preservative. خلي بالك إنه الـ preservative must dissolve in sufficient concentration in aqueous media. في نفس الوقت لازم هاي الـ preservative قلنا لازم تذوب بالأكوياس ميديا، مع هذا it should not be dissociated، لازم تذوبه بشكل unionized بالأكوياس ميديا يلا تشتغل. إذا كانت متأينة فهي incapable of penetrating the microorganism. Preservative selected must be largely undissociated of the pH of the formulation. لازم تذوب بالأكوياس ميديا قلنا، ولازم تكون غير متأينة بهذا الأكوياس ميديا. إذا أنا لازم أحمي الـ preparation بالـ pH مال الميديا، يعني أنا إذا عندي acidic ميديا أستعمل acidic preservative اللي راح تكون غير متأينة به فحتى تشتغل زين. فأسيديك بريزرفاتيفز مثل بنزويك أسيد أو البوريك أسيد أو السوربيك أسيد، هذه راح تكون غير متأينة بالأسيديك ميديا فأستعملها بالأسيديك ميديا، بينما الألكالين بريزرفاتيف ممكن أستعملها بالألكالين ميديا. If formula interfere with the solubility or availability of a preservative, its chemical concentration may be misleading
because it may not be true measure of the effective concentration. يعني المفروض ال preservative أخليها قلنا لازم تكون غير متأينة وتذوب بالأكوياس ميديا ولازم ما يصير عندي misleading بين الذوبانية مال الدرج نفسه والذوبانية مال البريزرفاتيف بحيث أحصل أرقام غير حقيقية وممكن بالنتيجة أن البريزرفاتيف ما تشتغل عندي. ملاحظة خليها ببالك، الدرج كيف من موجود عادة يتحد له قابلية الاتحاد مع البريزرفاتيف خصوصا البارابينز المثل بارابينز والبروبل بارابينز وله قابلية الاتحاد مع الفينوليك بريزيرفاتيفز. فإذا التراكي كان في اتحاد ويا البريزيرفاتيف قلنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه كأنما المكان ما حط بيه بريزيرفاتيف فيصير كافي لنمو الجراثيم. فأخلي ببالي بالتراجيكانف ما استعمل ويا لا بارابينز ولا استعمل فينوليك كومباوند. نفس الوقت البريزيرفاتيف should not interact with the container ولا ويا الكلوجر، لأن معناها أيضا إذا تحتت بالكونتينر راح يصير هذا الوسط اللي انسحبت منه كافي لنمو الجراثيم. شنو المود اوف اكشن اوف بريزرفاتيف؟ ميكانيزم اوف اكشن اوف اني بريزرفاتيف وات ويل دو؟ البريزرفاتيف ات ويل ايذر موديفاي ذا سيل ممبرين بيرميابيليتي اور ات كوز لايسيس اند سيتوبلازميك ليكج اور سامتايمز ات انهبيت ذا سيلولار ميتابوليزم اور ماي كوز ان اوكسيديشن اوف سيلولار كونستيتيوينتس اور هايدروليسيس. التراكيز اللي استعملها للبريزرفاتيفز بنزويك اسيد يستعمل تركيز 0.1 ل 0.2، صوديوم بنزويت 0.1 to 0.2، الكحول عد قلنا استعمل تركيز 15% الاسيتك ميديوم و 18 للبيسك ميديوم، باي تركيز 15 الى 20% راح يكون جود كونسنتريشن. الفينولز تستعمل كبريزيرفاتيف تركيز 0.1 to 0.5، كريزول 0.1 to 0.5، بنزل كونيوم كلورايد 2 بالالف او 1 بالمئة. عادة المثل بارابين والبروبل بارابين استعملهم all together واستعملهم تركيز 0.1 to 0.2. فيما يخص البريزيرفاتيفز اللي تستعمل للأوبثالميك بريباريشنز خلي بالي انه البريزرفاتيفز اللي استعملها للعين او للقطرات وللدهونات it should be of low degree of irritation، لذلك اكثر شيء يستعملون كلوروبيوتانول والبنزيل كونيوم كلورايد. وخلوا ببالكم single dose eye drops اللي تحضر وتستعمل كقطرات، كل قطرة واحدة تستعمل single doses اللي بعد العمليات تكون عادة خالية من البريزرفاتيف حتى ما تسوي irritation إلى العين. Thank you. This is for today.